بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا شباب في درس جديد من دورة تطبيقات على النود جي اس. بهذا الدرس إن شاء الله يا شباب بدنا نشرح تطبيق مهم جدا جدا. في منكم يا شباب حد سمع بثغرة اسمها XSS Injection؟ شو هي XSS Injection يا شباب؟ خلينا نعطي مثال عنها. أنت عندك حقل إدخال، وراح اجى مستخدم مثلا بسيط كتب لك كود جافا سكريبت. ياما في مواقع يا شباب انت عندك هذا مثلا السكريبت، ورحت انت ضغطت على السبميت وحيطلع لك ألر جميل جدا مكتوب فيه طه. هذا غلط كبير يا شباب، غلط كبير. هذا اسمه الـ XSS Injection. يعني انت عندك حقول ادخال واجى هاكر واستغلهم بطريقة جميلة جدا. طيب اتخيل معي انت عم ترسل هالامور لقاعدة بيانات، وانت بقاعدة البيانات يعني ارسل يعني هال يعني يعني انت ارسلتهم على هذا الشكل، راح على قاعدة البيانات بهذه الكتابة. وانت اتخيل معي هول يلي البيانات انت عم ترجع تعرضهم عندك في الموقع بمكان تاني، وجوا بالموقع بهذا الشكل. اتخيل معي لو اشتغلوا، لان هذا لو سكريبت لو اشتغل، اتخيل معي لو كان في مثلا كود خطير. يعني كود الخطير شو حيعمل؟ حيمحي لك مثلا اشياء كثيره من الموقع. انتوا عارفين الجافا سكريبت دوم دوت ريموف ريموف element وكرييت element جديد ومش عارف واباند تشايلد، وصارت الامور جميله جدا. مثل واحد ضغط على ارسال قامت اكواد الجافا سكريبت اشتغلت. يعني راح يريح الهاكر، عامل له كرييت element وخلاص، عامل له موقع جديد تدخل موقعه. حلو جدا. هذا اسمها الـ XSS Injection، ونحن يا شباب لازم نتعلم كيف نحمي حالنا منها. بكل بساطة أنا لما واحد يكتب لي مثلا هون، حتى يكتب لي H1، بكل بساطة أنا الآن بدي أعمل فلتر. شو حيعمل الفلتر؟ هيروح يمحي لي كل هذا السكريبت. أي عنصر اسمه سكريبت هيروح يمحي لي إياه. ممكن أنا أقول له أي عنصر HTML مجرد أنت ما شفته، مجرد ما كان محطوط بين هذا مثلا، امحي، وفيني امحي اللي داخله. يعني هذا طه فيني اتركه، وفيني حتى كله امحيهم كلهم ولا ترسل لي شيء منهم لقاعدة البيانات. الموضوع خطير جدا، ممكن نستعمل يعني ممكن الهاكر يستعملها لأكثر من شيء. طيب يا شباب، أنا عندي هذا الملف العادي، يعني اللي أنا قلت بالفيديو القديم إنه خلاص أنا عملت البيئة بعملها مرة واحدة بالفيديو القديم. أنا مش كل مرة بدي أرجع أروح أعمل npm init و npm install للإكسبرس وللبادي بارسر. خلاص نعملها مرة واحدة مباشرة الآن، نبلش بالتطبيق. هذا نفس الشيء اللي بالفيديو القديم، نفس الشيء، ما في شيء، بسيط جدا. حتى لو ما شفت الفيديو القديم فيك توقف الفيديو وانت دارس نجي اس انصار لهذا ولهذا وبس. هون شيء بسيط جدا. طيب يا شباب، خلونا الآن ندخل على مكتبة جميلة. طيب ايوة، ازاي انا اعمل فلتر لحقول الادخال من خلال مكتبة جميلة اسمها XSS؟ هذه المكتبة موجودة على npm، انا هحط الرابط اسفل الفيديو. طيب خلونا في البداية يا شباب، نحن دخلنا على المكتبة، أهم شيء يا شباب نحن نعملها install. طبعا نحن الآن شغالين على npm، نعمل Ctrl C نعملها copy. طيب عشان نحن خلينا هون حاليا نوقف هذا، نوقف. والآن يا شباب أنا بدي أعملها install عندي npm install xss، وهعملها دش دش سيف عشان سيفها بالجيسون عندي. الآن عم ننزلها هون حاطين لك يعني اشياء كثيره مهمه جدا. اليوزج اون نوت جي اس، ايوه انا شغال على نوت جي اس، هاخد هذا ريكواير اكس اس اس وانا هروح اضيفه عندي هون. طيب يا شباب حلو جدا، انت الان ممكن تقرا اشياء كثيره في هون وتشوف الامثله. انا بدي اروح على البروجكت هوم بيج، الموقع الاصلي بتاع هذه المكتبه. طيب يا شباب هلا هون with a configuration by a whitelist، هذا هي السانيتايز اندر. طيب تمام، نحن يا شباب خلينا ندخل على getting started. احلو، نحن هون عملناها install وهون عم بيعطونا امثلة. طيب خلينا ندخل نحن على المكتبة، يعني هذا النافر، خلينا نشوف شو فيها. getting started ممكن انت تقرأهم، انا عفكر اعمل فيديو يعني فيديو منفصل اشرح كل شيء داخل هذه المكتبة. انا مباشرة بدي اروح على examples. طيب انا الان هفرجيكم مجموعة امثلة، يعني مثل هون allow attributes of whitelist tags start with data. يعني انت لو عندك عنصر مثلا، وهذا العنصر مثلا موجود فيه data A data B مثلا،
ازاي يعني انت مثلا تمحي كل الاتريبيوتس الا تخلي فقط الاتريبيوت اللي اسمه داتا داش؟ يعني هو هذا العنصر اجيت انت هون محيت كل الاتريبيوت اللي داخله، وانت فقط خليت هو الاتريبيوت اللي ببلش بداتا. في امثله كتير يا شباب، انا عشان وقت الفيديو انا افكر اعمل فيديو منفصل واشرح كل شيء فيهم. طيب انا بدي هذا فلتر اوت اتش تي ام ال تاكس كيب اونلي بلين تكست، هذا اللي انا محتاجه. هنشوف مثال. انا وليكن عندي كلام فيه سترونج هيلو سترونج وسكريبت اليرت اكس اس اس. خلينا نشوف هون الريزلت، النتيجه شو عطاني هو هون. عطاني يا شباب الان حلو، عامل لي هو هون عامل لي كونسول دوت لوك عشان كلمه تكست اجت هون، وهذا نقطة عشان مشان هيك كلمة تكست اجت هون هون HTML. طيب هو الآن شو عمل لي باختصار؟ راح شال لي سترونج، وشال لي سترونج خلي لي فقط كلمة هلو اللي هي هذه، وهون سكريبت اليرت كله محاها ومحا اللي داخلها، خلي لي داخلها كلمة اند، قصدي خلي لي بس كلمة اند وحط لي هون هلو اند. طيب يا شباب خلينا نقرأ نحن الكود. طيب نحن عندنا var HTML equal XSS السنتكس سورس، بس هو الان عامل فاريبل اسمه سورس. انا بدل هذا الفاريبل انا مين بدي احط؟ بس انا بدي احط القيمه تاعت هذا الحقل، بدي احطها بدل السورس. طيب وايت ليست، ما معنى كلمه وايت ليست؟ انت لما تشوف شيء اسمه وايت ليست ما معنى بال HTML يا جماعه؟ العناصر div الباراجراف في الاي هراف الاي ال H1 ال H2 التيبل الفورم، كل هالعناصر اللي انت لو دخلت على الدوكيومنتيشن تاع ال HTML بيحط لك العناصر من فوق لتحت، كل هول اسمهم الوايت ليست. انتوا عارفين يا شباب بال HTML5، يعني انا هم بال HTML5 نفس هذه الصفحه نعمل عليها انسبكت edit as HTML، انا اكتب هون طه، بس اعمل انا هلو هذا طه الان حط لي هون هلو، بس هذا طه هذا انا عنصر انا عملته ال HTML5 بتسمح لي، هذا عنصر انا عملت له كرييت. بس سؤال، لو دخلت انت على الدوكيومنتيشن تاع ال HTML هل هن حيقولوا لك انه عندك عنصر اسمه طه؟ اكيد لا، فهذا منه من ضمن الوايت ليست. الوايت ليست هن العناصر الاصليه تاعت لغه ال HTML، مش العناصر اللي نحن بنعملها زي الان. طيب هون empty means filter out all tags، يعني خلاص كل العناصر تاعون الوايت ليست، يعني انه شيل، يعني انه شيلهم، يعني شيل السترونج هي من الوايت ليست، امحيها احذفها، وسكريبت منها من الوايت ليست كمان احذفها. طيب يا شباب، طيب هلا هون هيروح يشيل السترونج، وشال السترونج بس ما شال لي الهلو دلت. نبلش سكريبت استريب اجنور تاب فلتر اوت اول اتش تي ام ال نوت ان ذا وايت ليست، زي اذا هون انا بدل سترونج حطيت طه، انا حطيت عنصر اسمه طه انا اخترعته اعطيته ترو حيمحي لي اياه. طيب يا شباب بس هون بسترونج ما محل محتوى، هذا بتمحي المحتوى. strip ignore tag body the script tag body is a special case we need to filter out its content. الان حط شو حط له هون؟ حط له سكريبت، فراح قرا سكريبت، هو مش بس محى سكريبت، محى كمان يلي بداخل سكريبت محتواها، لان انا هون اعطيته عنصر سكريبت. ممكن اعمل قمه حط له عنصر اسمه strong، لاحظوا كيف الان يا شباب حيروح يمحي مثلا strong. ممكن حتى انا بعدين ان شاء الله اعطيها امر مثلا امحي لي مثلا يعني كل شيء موجود مثلا بالوايت ليست، كل عناصر الوايت ليست. ممكن حتى انا احدد له شو هن، يعني مثلا شو هن العناصر تاعون الوايت ليست، انا اقول له يعني انا هون اعمل وايت ليست انا اعملها اري مثلا، او انا هون احدد له مثلا انا احدد له بدي سترونج مثلا وسكريبت وهالامور، انا احدد له مثلا انا احط له بس سترونج، او مثلا انا شو حعمله، او حط له هون انا بس بدي تاع سكريبت مثلا، حيروح ساعتها سترونج يسيبه يتركه هيك. في اشياء كثيره جدا ان شاء الله حاشرحها فيديو منفصل. طيب يا شباب خلينا نحن ننتقل، يعني تكلمنا كثير، نحن الان عندنا الاب دوت جي اس ونحن حطينا المكتبه، نحن بس نرجع نعمل نودمون اب. حلو جدا، الان نشتغل هون اندكس دوت اتش تي ام ال، نروح على الاندكس. طبعا احنا هذا الاباوت انا بضلت كنت اعمل move to recycle bin. طيب خلوا كلمة هلا، خلونا نعمل نحن فورم، بدنا نعمل نحن بدنا نعمل بوست مثلا فورم اكشن مثلا وليكن سلاش اد، والميثود خلي لي الميثود تاعيته بوست. انا عندي هون يا شباب مثلا
عندي input وحاعطيها انا name عشان انا بالNode.js اقدر اعمل select عليه one first name. عندي انا هون مثلا placeholder مثلا first name enter او enter your first name عادي. خلينا نشتغل على input واحد. نعمل نحن هون input type submit. حلو جدا. هون ال value مثلا طبعا حلو جدا. الان انا عملت فورم. نعمل احنا سيف ونعمل احنا هذه الصفحه اللي شغالين عليها. نعمل ريلود وهذا حق الادخال. ندخل الان على النوجي اس. انا عامل بوست هون. طيب نحن بكل بساطه هون app.post سلاش مين الاكشن. الاكشن انا شو حطيته هون بالفورم سلاش اد. حطيته نحن سلاش اد. واليو ار ان كود بارسر يلي مش عارفها ان شاء الله حخليها بفيديو منفصل واشرحها بالتفصيل. اشرح شو وظيفتها ولشو بنستعملها. طيب يا شباب الان انا بكل بساطه لازم انا لما اضغط على البوتن خلوني يا شباب بس اعمل console.log. console.log هون انا بحط request.body. طيب يا شباب انا عندي هون حقل واحد نيم فخلص دوت فيرست نيم. يعني هان الانبوت عنده نيم اسمه فيرست نيم فصار فيني انا بالنوجي اس دوت بادي دوت مين دوت الفيرست نيم الاسم تاع الانبوت. هون بكل بساطه يا شباب هاعطيها انا. طيب هو عمل بوست حيعمل ايه؟ حيقدر له واقع عم يعمل ريلود؟ لا. لما تعمل بوست ارجع اعمل لي ريسبونس دوت ريدايركت وهون نحن مثلا نحط له سلاش. يعني هون نجمه هون نجمه او خلص مشان الناس ما تضيع ما نشرحها بفيديو ثاني انا حط سلاش. هون يا شباب لما انا قلت له response.redirect slash بكل بساطه حيروح على اليو ار ال ويحولني يعني يعمل لي ريدايركت ينقلني على هذا السلاش. وانا شو اعطيها امر هون؟ انا اعطيها امر هون اي شيء مثلا انه اعطيها امر سلاش خلاص ابعث لي هذا ملف index.html. ونفس الشيء هون لما انا قلت له response.redirect slash مثلا يو ار ال كانت لوكال هوست مثلا نقطتين يعني 5000 سلاش اد. فهو بكل بساطه هيروح يعمل لي ريدايركت يعني هيروح يشيل لي سلاش اد ويروح يحولني على اللوكال هوست نقطتين 5000 سلاش. وانا اعطيها امر اي مثلا اذا كان هذا الرابط وبعده مباشره سلاش اعطيني ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال. هذه هي بكل بساطه. الان يا شباب ننتقل على الكرون. نعمل ريلود. نكتب ليكن احنا هون طه. اعطاني طه بس اكتب اي شيء. هلا بكل بساطة عم يروح يعمل بوست يحط لي console.log يرجع يعمل response.redirect slash وانا اعطيه app.get slash وان حيعمل بيرجع يعمل لي send للملف. الان ركزوا h1 مثلا طهن مثلا اعمل add اعطاني h1. اروح انا اعمل script نفس النتيجة. نفس الشيء يا شباب نفس الشيء. لاحظت الان انا هذا لازم اعالجها. حننتقل الان على هذه المكتبه ناخذ هذا المثال. نعمل نحن كوبي ونروح نحن هون نعمل بيست. نحن هون خلونا نحن نظبط الامور ونشيل نحن هون. ممكن انت تسيب الكومنت. انا هون بدي احذفهم كويس ممتاز. خلينا احنا نعمل. طيب يا شباب هون السورس انا لازم احط له مين؟ انا لازم احط له الفاليو تاع حقل الادخال. هكتب مثلا var first name وهون اعمل copy وحطهم بدل كلمة source request.body.firstname. الوايت ليست ايوه مثلا هون نترو اي شيء يعني انا شرحتهم مثلا وسكريبت. طيب نعمل الان احنا save console.log قبل وهون بعد. هون نحن مثلا نعمل before وهون نحن يا شباب نروح نحن نعمل after. نعمل save ونعمل reload. نكتب مثلا خلونا مباشرة نحن نكتب h1 slash h1. نعمل نحن add
شفنا احنا السي ام دي البيفور يا شباب والافتر. نحن عندنا مشكله. لاحظتوا من المشكله؟ انا لما هون حطيت له ريكوست دوت بادي دوت فيرست نيم، وهون انا رجعت عرضت له القيمه بتاعت حق الادخال. انا لا، انا الان لازم اعرض الفيرست نيم، لان هون لان انا خلص القيمه بتاعت حق الادخال اللي بحطها هون، والنتيجه بتاعت هذا بعد ما يعمل فلتر هتكون حيعطيني خلص هيستخدم هذا المتغير. يعني هون انا بحط له هيصير العمليه ويروح يعمل لي فلتر من هالامور، بس لما يعمل لي فلتر النتيجه هيروح يعطيها لهذا الفاريبل. هذا بس كان خطا بسيط، نعمل سيف ونعمل ريلود، نرجع نحن هون خلاص هذا نعمل اد. طيب يا شباب بيفور اتش 1 طه، افتر خلاص هو حط لي الان بس طه. لاحظتوا الان يا شباب؟ طيب هون يا شباب مثلا انا فيني اعطيه سكريبت اجنور تاج بادي، بس انا هون اعطيه مثلا عندي مثلا عنصر وليكن اتش 1، نعمل ريلود. مش هذا انا عايز، لا اعمل اد. لاحظتوا الان؟ الان ما بس شال الاتش 1، شال حتى المحتوى تاعها. لاحظتوا الان يا شباب الان هو شو عمل؟ مش هيك دايما يا شباب هن بيشيلوا سكريبت محتوى سكريبت، لانه بيكون في اكواد جافا سكريبت خطيره. لان يا شباب ممكن داخل السكريبت واحد يحط لك alert و document dot create element، خصوصا اذا انت موقعك كبير ممكن هذه تعمل لك مشاكل ليوم المشاكل، فدير بالك منها. بسيط جدا حلها، انتوا شفتوا الحل بسيط جدا جدا. طبعا يا شباب بالمكتبة في اشياء كثيرة جدا، يعني عندك هون examples مثلا هون allow text start close x، بس ان شاء الله هفكر اعمل فيديو واشرح كل شيء فيها بالتفصيل. بس انا بهذا الفيديو اعطيتك امثله عن مثلا شو هي الاكس اس اس انجكشن اذا في حال انت سمعت فيها، اذا عندك انت حقول ادخال كيف انت تحمي موقعك. يعني هون انت لما بدك ترسل لقاعده البيانات خلاص ترسلها الفيرست نيم مش ترسلها هذا. لاحظتوا الان يا شباب كيف؟ طيب يا شباب اشياء، وان شاء الله هاعمل فيديو واشرح كل شيء بالمكتبه منفصل، نروح ندخل فيها بالتفصيل الممل. طيب يا شباب سؤال، خلونا في شيء غير الفلتر اسمه مثلا يا شباب الفاليديشن. واحد كتب لك حرفين، انت خلاص بدك تعمل فاليديشن انه اذا في حال حرفين لا انا عايز اقل شيء 4 احرف. طيب هذا انت ممكن تستعمل جافا سكريبت ناحيه الفرونت اند، يعني لكل اللي دارسين جافا سكريبت ناحيه الفرونت اند ممكن بكل بساطه if الانبوت دوت فاليو مثلا دوت لينس اصغر مثلا من 4 اعمل لي alert مثلا. طيب افترض واحد عمل رايت كليك انسبكت وراح ادلك على الكود تاع الجافا سكريبت مثلا، خلاص عمل لك ديسيبل الجافا سكريبت من ناحيه الفرونت اند. بكل بساطه نحن في شيء جميل جدا ممكن نحن نعمل اسا فاليديشن قوي بالباك اند، يعني نحن نعمل فاليديشن من ناحيه الفرونت اند وفاليديشن من ناحيه الباك اند، وان شاء الله حاشرح كيف نعمل فاليديشن قوي جدا. يعني ان شاء الله هذه دروس مهمه جدا. ويا شباب لو حد عنده اي سؤال حطوه بالتعليقات وانا ان شاء الله جاهز. لو عندكم اي شيء بدي يعني انتم بتكون يعني اشرحوا، سواء حتى له علاقة بالنوت جي اس او بمجالات تانية كمان حطوا لي تعليق. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.